انا كنشوف بان المهرجان اليوم اللي كيتقام هنا بمدينه خنيفرة المهرجان ديال السينما الجبليه اللي هو واحد الفضاء للتشاور والحوار اللي خصنا كفاعلين محليين اننا نوقفوا ونفكروا الى اي حد ما ان هذه السينما الجبليه واش قادره انها تساير مثلا كالسينما الاخرى اللي في المناطق ولا اللي كتصور باللغه الناطقه بالدارجه ولا باللغه الناطقه بالعربيه. اليوم كنشوف ان شنو هي الاضافه. الاضافه ان حضور ممثلين وزينين مخرجين في المستوى اللي غادي يحضروا اليوم وغادي يكتشفوا المنطقه من الناحيه الجماليه ديالها، لان ممكن تستقطب مستثمرين سواء في السينما ولا مخرجين اللي ممكن دير مسلسلات ولا افلام هنا، كما انها ممكن تستقطب طاقات شابه اللي عندها موهبه. انا تنقول موهبه لاننا حرمنا من التكوين بحكم البعد ديالنا عن المركز، وكنظن بان اي شاب ولا شابه في خنيفرة ولا في الاطلس ان عنده موهبه ديال التمثيل، اللي كيبغي هو تصقل هذه الموهبه بالمسايره في التكوين والتوجيه. لا رجعنا نشوفوا كيفاش كنشوفوا المراه في السينما الامازيغيه. انا كنقول بان المراه ما زالت كتخاد في ذاك الاطار الضيق ديال انها في التمثيل انها كتجسد ذوك الادوار ديال الصور النمطيه اللي تدي الناس على الاطلس، اما كنجسدوها في دور الشيخه ولا دور مرا في الدوار مكرفصه وتمره وهذا، بان مازال ما خديناش الصفه الحقيقيه. حنا في التطور، المراه الامازيغيه ولا الجبليه راه تبارك الله راها ولات ربنا طائره ولات مهندسه طبيبه، ما نبقاوش نجسدوا المراه غير في ذوك الادوار اللي كنحطوا عليها ذوك الصور النمطيه العاديه، لان ديال الشيخه ولا ديال الحبيبه ولا ديال ديك المراه الضعيفه وهذا.